برحب بحضراتكم مرة تانية وتالتة، ولسه مرة تانية هقول تعادل يمكن غير عادل بالمرة. ولما نتكلم عن مباراة امبارح طبعا عايزة اتكلم عن الهدف الصحيح اللي بيتم إلغائه وركلة الجزاء غير المحتسبة لمحمد شريف. المباريات الثلاثة الحقيقة اللي اتعادلهم الأهلي كانت فرصة لي انه يجمع نقاط، ولكن الأخطاء التحكيمية بتلعب دور كبير جدا الحقيقة. فاض بينا الكيل بدري جدا، وتعدد واضح لعرقلة مسيرة الأهلي في الدوري جسيمة جدا، والجماهير وسط ده كله منتظرة ومترقبة مشاركة تاريخية ورائعة للفريق الفريق النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية اللي هتقام الشهر اللي جاي. أنا برحب طبعا بالكابتن أحمد نخلة اللي منورنا التاني مرة هنا في البيت الكبير عشان نتكلم عن الأهلي ودوره في المرحلة المهمة اللي جاية جدا. كابتن أحمد اللي مش كتير يعني ما فيش حد بيعملها غيره تقريبا في مصر. طبعا مسا على حضرتك طبعا وعلى الكابتن هاني، ربنا يخليك كابتن يا رب. طبعا مبسوط جدا انا موجود معاكم، طبعا بتابع البرنامج طبعا، وان شاء الله يا رب في تألق دايما ان شاء الله. حبيبي يا احمد، زي ما قالت سهام يمكن اكيد انت متابع زينا، خلاص احنا بقينا في صفوف الجماهير وبنتابع فريقنا النادي الاهلي بكل شغف وبكل حب وكل تركيز. الاخطاء التحكيميه يمكن شفت الفتره اللي فاتت ازاي يا كابتن احمد، وقد ايه احنا بنتكلم احنا دلوقتي في الاسبوع التاسع، ست نقط تقريبا، اجوان كتيره ما اتحسبتش رغم انها بتكون يعني واضحه وضوح الشمس، ولكن يمكن الاخطاء الفار اخطاء الحكم. شايف ده ازاي وتقارنه ازاي حتى بالسنوات اللي انت لعبت فيها، رغم انك ما كانش في فار، لكن في اعتقادي الشخصي كان الحكم بيشتغل على نفسه بشكل اقوى من دلوقتي يعني. مظبوط يا كابتن، طبعا كلامك منطقي جدا، وطبعا احنا بس بنتكلم بس بشكل عام على التحكيم يعني. يعني هي برضه لجنه المسابقات والمنظومه طبعا في اتحاد الكوره كابتن شايف انها طبعا في تذبذب غير عادي طبعا في اتخاذ قرارات، في تاجيل مباريات، في كورونا، في رابل تيست ويتعاد ومباريات تتغير يعني بصراحه يعني فعلا الحكام من الساعه 12 واحدة بالليل. بالظبط كده يعني، فطبعا يعني الموضوع مش سهل، لازم يا كابتن زي ما حضرتك قلت يكون في ضوابط وفي لجنه تحاسب. الفار يا كابتن انا عايز اعرف يعني حضرتك برضو دور الفار ايه؟ طب ما انا اقول الفار ده دوره يا كابتن، ده كونسولتو قاعد في غرفه صحيح بيتفق على قرار واحد. الحكم لازم يرجع للفار يا كابتن، هو الفار ده يعني برضو يعني عايز اقول ان هو بيساعد الحكم. ده مش مفروض انه بيساعد الحكم، الطبيعي انه جاي عشان يساعد الحكم. هو ساعد كتير للامانه كابتن هاني، بس انا بتكلم ايه؟ ان لما الفار يجتمع ده كونسولتو، انا بقول ده كونسولتو، اربعه او ثلاثه متجمعين في غرفه وبيشوفوا اللقطه اكتر من حوالي 7-8 مرات بزوايا مختلفه بكاميرات مختلفه وبياخدوا قرار عليها. مثلا كره محمد شريف امبارح يعني انا مش بصراحه يعني لا تعليق يعني ضربه جزاء 100%، والحكم لما يروح يشوفها هيحسبها. الفار لازم انت لازم تقول الفار يا كابتن، ما تزعلش مني يا كابتن هاني. الدوري الانجليزي جت فتره الحكم ما بيروحش للفار يا كابتن، الفار بيقول له احسب، لا بياخد قرار. الدوري الانجليزي هو اللي بياخد قرار ضربه الجزاء، هو حكم الفار. الحكم الفار طبعا. طب ماشي يا كابتن، احنا ليه ما نقولش مثلا يعني في مصر الفار هو اللي ياخد القرار، قوي الفار يا كابتن. يعني انا اعتقد ان في حكم من الحكام قال الفار كده، قال ما تندهليش. ليه ما تندهليش؟ ده في واقع انا شايفها يعني، في واقع انا شايف في ضرب بدون كوره مثلا كارت احمر، يعني ايه يعني ايه الحكم يقول ما تندهليش، الفار يقول له ما تكلمنيش عشان ما يجيلكش؟ ده طبعا خطا جدا يعني، ده 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 ناس بتساعدك، ده بيقوي المنظومه. الفيفا عامل كده عشان بيقوي المنظومه يا كابتن، دي حاجه كويسه. كابتن نخلة، بعيدا عن طبعا جهاد جريشه اللي له يعني ليه كذا موقف مع النادي الاهلي او ضد النادي الاهلي، عايزه اتكلم في عايزه حضرتك ترد على اللي بيتقال الصوره النهارده اللي جايه تحت المجهر الواضحه جدا بالجون محمد شريف، وبعض الناس بتقول لك لا على فكره جول والتر بواليا ده جول وضربه جزاء بتاعت محمد، بترد على الانتقادات ايه اللي بتقول لك لا 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 الصوره بقى بتبين ان هي مش ضربه جزاء ولا حاجه؟ لا طبعا ضربه جزاء، ودلوقتي لسه حكيت كابتن نصر لسه طالع من شويه كنت بتكلم معاه بيتكلم، قلت له يا كابتن الخبرات دي احنا عاوزينها، الخبرات بتاعت حضرتك والنجوم الكبار بتوعنا كابتن جمال الغندور والحكام الكبار، احنا عاوزين الخبرات دي تكون موجوده. لا طبعا كلام طبعا منطقي جدا طبعا، يعني مش معقوله يعني ما لحد امتى طيب يا كابتن؟ لحد امتى؟
لازم لازم يكون في ضوابط وفي يعني الحكام كمان زي ما بيكون في عقاب على لعيبه الكوره الناس اللي قاعده بره او المدربين لازم يكون في عقاب على الحكام واخصم منهم مستحقاتهم الماليه ما فيهاش حاجه وقف الحكم يا كابتن هاني مصر قال اللي بيغلط لازم بيقعد يعني بالظبط لا ويتعرف يا كابتن هاني جت فتره ما كانش يعني ما كانوش بيقولوا ايه كانوا بيعاقبوا بس ما بيعلنوش القرارات تمام احتراما لا في واقعة حصلت انت هتاخد جزائك عشان الحكام كمان كلها تتابع والناس كلها تعرف ان في عدل وفي شفافيه بس صحيح انا بتفق معاك وكمان شخصيه الحكم لازم زي ما انت قلت انا في اعتقادي ان يمكن السؤال اللي اتطرح هل فعلا تقنيه الفيديو دخلت الدور المصري او اللجنه الخماسيه تفتكر اللجنه الخماسيه اي من او يعني دخلت الفار بدري شويه هل كان من المفترض ان موضوع الفار ده يتاجل ما يخشش غير لما يبقى التحكيم نفسه او الحكام بيتدربوا لمده لان الكابتن ناصر قال ده تدريب من 6 لـ 8 شهور بالظبط بروتوكول معين لازم ياخدوا كورسات وياخدوا دورات فيها مظبوط ان الفار دخل بدري مصر شويه والدوري المصري ودي توابع اخطائه بالنسبه والله يا كابتن هنا هو كلام حضرتك كلام منطقي طبعا يعني انا على الاقل كنت يعني كنا نكون ملمين بكل الاخطاء بكل القانون بتاع الفار الناس اللي قاعدين في الغرفه دولت لما ياخدوا قرار ازاي يتفقوا عليه ازاي بالظبط كده ازاي يكلموا الحكم او يجبروا الحكم لازم تيجي في حاله لازم تيجي تشوفها ده العادي انا في واقع انا شايفها انت مش شايفها ودي فعلا حقيقه ساعات الحكم يعني أنا بتكلم مثلا بشكل يعني الجول بتاع ولت البواليا يعني مش شايف ان صحيح. يعني شوف اكرامي يعني حتى يعني ما فيش حاجه حتى الالتحام فين الالتحام مفيش التحام مفيش يا كابتن هو لعبه حتى هو مفيش ده هو نزل وحط الكره جون يعني الكره اللي ضربت الجزاء مش معقوله قال لك لا واخد الكره ده هو واخد رجل شريف الاول وبعدين الكره يعني الرجل الاول وبعدين الكره وباينه في العادي امال الفار لما يشوفها ويعيدها اكتر من مره واكتر من زاويه طبعا يعني بشكل غير عادي يعني او بشكل 1000000% هياكد انها ضربه جزاء بس يعني الموضوع يعني مش صعب يا كابتن على فكره والله الموضوع سهل جدا بس انت يعني وكمان برضو اقول لك حاجه يا كابتن برضو حته الحكامه يا كابتن هاني انت برضو لازم تقويهم في الملعب واللايمانات ان انت برضو ما فيش لاعب يعترض على حكم ما فيش لاعب يلمس حكم او يلمس لايمان انا بقول لك يا كابتن قوي ادي باور للحكام كمان اديهم الصلاحيات اكتر عشان تقدر برضو يعني برضو معلش يا كابتن برضو ان ايه ده قاضي في الملعب يا كابتن هاني ادي له قوه يا كابتن ما ينفعش لايم مان خلي بالك احمد مع القوه معاه هو شخصيه ماشي. الحكم نفسه انت عارف ان في البروتوكول العادي ان اي لعيب لو جبنا المشكله مثلا اي لعيب يقول للحكم من فضلك روح شوف الفار ده بياخد انذار مظبوط طبيعي فهي شخصيه الحكم انا شايف ان شخصيه الحكم مع دخول تقنيه الفار مع عدم يعني الشخصيه القويه ان في حكام زي ما انت بتقول بتخاف تروح للفار علشان يعني بيقول له انت حطيت في موقف وحش يعني وبالتالي هو عنده عمليه ما عندوش ثقه في نفسه ما عنده شك في قراره وبالتالي الموضوع والله يا كابتن هاني حتى شخصيه الحكم يعني هي دي ممكن يا كابتن بس برضه في حاجه حتى اللعيبه يا كابتن هاني حتى اللعيبه برضه انت لازم برضه تثقفهم تدي لهم ثقافه يعني ايه تتعامل مع حكم لما تجي له حاله فار سيبه ما تجيش جنبه ما تزنش عليه ما تحاولش تقول له لا دي بره دي جول على الجدال اللي بيحصل حوالين الحكم وبيبقى طالع في التصوير لازم ده لازم اتحاد الكوره يعمل مثلا زي لجنه فنيه تروح الانديه للعيبه وتدي لهم كورس تدي لهم زي ورشه عمل ازاي تتعاملوا مع الحكام في حاله الفار احترم الراجل ده سيبه ياخد قراره ما تضغطش عليه لما يروح برضه بره عند الشاشه عشان يشوف يا كابتن ما ينفعش واحد يجي له من هنا او من هنا هو هيشوف هياخد القرار طب احنا كابتن النخله كنا متخيلين ان وجود تقنيه الفار ودخولها مصر هيقلل جدا من موضوع الجدل اللي بيحصل في التحكيم الجدل التحكيمي الدائم ليه المشكله دي زادت مع وجود الفار ليه علشان ما فيش تنسيق ليه التقنيه دي تضمن حقي وحق طبعًا كل نادي طبعًا ليه مش موجود ليه طبعًا لا مش طبعا ولا حاجه لا هو المفروض عدل المفروض يكون عدل مش طبعا خالص المفروض ان هم يشوفوا حاله ويبلغوا يجيبوا الحكم وينبهوه عليها ويعيدوها اكتر من مره ليه يعني باكتر من زاويه عشان يتاكد ان هم قالوا له في حاجه احنا شايفينها صح انت حسبتها غلط فلازم يكون في التنسيق ده يا كابتن الحكم ما يعاندش يا كابتن في حكام بتعاند يا كابتن هاني لا انا قراري سليم الفار بيقول لك لا يعني معلش يا كابتن والله اكتر من ليه بقى عشان تطلع ايه بتطلع هي الفكره يا كابتن التنسيق يعني ما بينهم مش موجود السؤال اللي يمكن يتسال وانت كمان اكيد تابعت استفهام هو علامه الاستفهام ان الكابتن جهاد جريشه ليه ما يروحش يشوف
في خطا ولا لا، دي علامه الاستفهام. بالظبط ضربه الجزاء خاصه ان هو كان بعيد جدا عن اللعبه وبالتالي زاويه الرؤيه مش باينه. طب طالما زاويه الرؤيه مش باينه وحكم الفار قال له في حاجه لازم تيجي تشوفها، يبقى ايه يا كابتن هاني؟ يبقى لازم في تقرير، لازم لا لازم في تقرير يا كابتن من من الجهاز بتاع الفار في الحكم. كويس ان احنا بلغناه بالحاله دي وما جاش. حلو قوي. اه طبعا الكلام جوه البار، خلي بالك كل الكلام اللي جوه البار ده مسجل. كويس ده بيكون مسجل. كويس فطبيعي جدا لو حكم الفار ما قالش للكابتن جهاد جريشه فدي مشكله تانية على حكم الفار اللي جوه، لان حكم الفار شايف الصوره اللي مش شايفها الكابتن جهاد جريشه بناء ان هو اوت اوف بوزيشن. وده هدف الفار، ده هدف وده الاساس. طب ايه رايك يا كابتن؟ ايه رايك امبارح في الحاله بتاعت محمد شريف لما حكام الفار يشوفوها تمام وما يبلغوش كابتن جهاد جريشه انك تيجي تشوفها؟ تعاقب مين يا كابتن؟ المشكله بقى في الفار ولا مين طبعا حكم الفار نفسه. بالظبط كده طبعا. بالظبط لازم حتى حكام الفار لازم يكون لهم حساب. مليون في المية. بالظبط كده. بس مش حكم الساحه لا. هم كابتن انا قلت لك الانسجام والترابط بين المنظومه مش مظبوطه يا كابتن، مش موجود. هي الفكره كلها يا احمد لازم يكون في ترسيك يا كابتن. ان كل عدم التكامل في او البروتوكول نفسه ما بين الحكام مش واضح، وحكم الفار عنده مشكله وحكم الساحه عنده مشكله، ما احنا اللي متضررين في الاخر، النادي الاهلي هو المتضرر. بالظبط. بتتكلم على 6 نقاط دلوقتي واحنا لسه في الاسبوع السادس. بالظبط. تخيل انت ان انت لو عندك دلوقتي انت مباراه المقاصة عندك فيها، عندك المقاولين عندك سيراميكا كان فيها، وادي دجله كان موجود، البنك الاهلي كان لعب 9 مباريات كسب 6 مباريات، اتعادل بيراميدز، اتعادل دجله، اتعادل البنك الاهلي. اه بالظبط طبعا يا كابتن. امتى النادي الاهلي كان بيتعادل يا كابتن؟ يعني فاهم؟ لا حضرتك بغض النظر مثلا يعني انا بتكلم انت ست حالات في 6 مباريات من مجموع 9 اسابيع. طبعا طبعا بونتين يعني شيء غير مقبول يعني بصراحه. بونتين طبعا بيأثروا جدا طبعا، يعني النهارده انت اول لسه بكره لسه الزمالك هيلعب، فطبعا لا طبعا مهم جدا. البنات اللي بتضيع دي حرام يعني، وفي نفس الوقت انت كمان بتلعب على بطوله، انت بتلعب على بطوله، فدي مهمه جدا طبعا. طب احنا بنتكلم النهارده على مشاركه مهمه جدا للنادي الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه. تمام. مش هنبكي على اللبن المسكوب زي ما بنقول، لان احنا عندنا مشوارنا لسه طويل، لسه اللي بيستنى الاهلي اهم ان شاء الله طبعا مع الدوري اكيد طبعا. لكن احنا النهارده بنتكلم على مشاركه خلاص يعني اقل من يعني خلاص يوم 4 ان شاء الله مسافرين هم يوم جمعه ان شاء الله. قول لي ايه اهم الحاجات اللي المفروض موسيماني يركز عليها في هذه اللحظات؟ يعني طبعا البطولات المجمعه دي طبعا وكمان زي ما يعني ما كنا طبعا بطوله كبيره زي كاس العالم للانديه دي حاجه مهمه جدا. وما ننساش طبعا تاريخ النادي الاهلي فيها كبير جدا جدا. 2006 طبعا المركز الثالث دي اقوى حاجه عملناها طبعا. كانت كان جيل جميل جدا جدا، كان مثلا من جوزيه وكان متعب وتريكا وفلافيو وشوقي، كان مجموعه كبيره جدا مش عايز انسى حد طبعا يعني. فطبعا هم يعني انا عايز اقول ان النادي الاهلي بيلعب باسم مصر، دي رقم واحد. افريقيا باسم مصر الاول وبعدين قاره افريقيا كلها بيمثل قاره افريقيا. طبعا العامل النفسي طبعا ده مهم جدا جدا. يمكن حتى الكابتن هاني قبل كده ما شاء الله لما كنا بنتجمع بعد مثلا بعد نتيجه مش كويسه او هزيمه لازم الاول بنتجمع كلنا مع بعض، اللعيبه الكبار بيتكلموا معاه المجموعه كلها، كان مثلا كابتن شوبير، كابتن حسام، الكابتن هاني، الناس الكبار كانوا بيجمعوا ده اللعيبه بيجمعوا الفرقه، وبيبقى في كلام طبعا ايه يعني نقول عليه عامل نفسي او عامل معنوي، نرفع معنويات بعض. دي كانت مهمه جدا طبعا. موسيماني لازم يشتغل على النقطه دي كويس قوي طبعا. الكابتن سيد حفيظ طبعا لازم يتكلم في الموضوع طبعا. الحمد لله برضو يعني نحس بقيمه النادي الاهلي ان برضو اللي مسافر رئيس بعثه مين؟ يعني الكبير بتاعنا كابتن محمود الخطيب هو اللي مسافر رئيس بعثه. فدي طبعا هتعمل برضو التركيز غير عادي من اللعيبه. هيكون في طبعا انضباط في المعسكر ان شاء الله باذن الله. برضو حته الدوافع والطموح برضو موجوده عند النادي الاهلي، ان دي بطوله كبيره بيمثلوا مصر زي ما قلنا. ان شاء الله باذن الله يا رب، ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعني يحققوا مركز اقوى من مركز 2006 اللي كان في رغم الجبال. رغم البطوله صعبه، رغم ظروف مختلفه طبعا. جينا لاول مباراه رؤيتك لفريق الدحيل القطري من الناحيه الفنيه وقد ايه هذا الفريق، وقول لنا نقاط الضعف ولو في نقاط قوه. انت شايف فريق الدحيل ازاي يا كابتن؟ والله كابتن هاني هو فريق الدحيل القطري طبعا يعني في الدوري القطري دوما محترفين طبعا، عارف حضرتك طبعا دوري قوي جدا برضو. النادي السد هناك طبعا اللي ماسك نادي السد طبعا تشافي طبعا ما شاء الله. ده النادي المركز الاول نادي سد. نادي الدحيل بالمركز الثاني، ولسه هو لعب حوالي 15 مباراه كسب 9 مباريات وخسر 5 مباريات وتعادل مباراه. وطبعا حته خساره 5 مباريات دي يديك يا كابتن هاني مؤشر ان في خلل عندهم في الدفاع تمام.
دي بقى ان شاء الله باذن الله هم اكيد اتفرجوا على مباراتهم يقدروا يشتغلوا عليها. عايز اقول لك ان عندهم محترفين كويسين قوي قوي فعلا. عندهم مهاجم كيني مش ممكن يعني 6 مليون دولار اليونج تقريبا يعني لاعب مهم جدا, وفي كمان لاعب اسمه معز طبعا لعيب كويس قوي قوي ومهاجم كويس قوي. عندهم برضو بن عطيه موجود برضو في الفرقه وكريم برضو لاعب ايراني مميز جدا جدا. عندهم اتنين سنت باكات كويسين قوي كابتن, حارس مرمى كويس جدا. يعني فريق بيضم حوالي 6 لعيبه او 7 لعيبه, القيمه التسويقيه ليهم كلهم حوالي 30 مليون يورو و700 الف عاليه جدا. فطبعا جدا. نادي كبير واحتراف ومش عايز اقول لك منظومه كبيره جدا جدا نادي الدحيل دوت. انا عايز انا مش بخوف اللعيبه لا, ده انا بقول لك الخوف بيبقى تركيز, الخوف بيبقى احترام, الخوف بيبقى تحضير كويس, الخوف بيبقى التزام من اللعيبه ان انت برضو تشوف المنافس وتقراه بشكل كويس وتشوف نقاط القوه اللي فيه ونقاط الضعف اللي فيه. وان شاء الله باذن الله اعتقد برضو ان السدباكات عندهم مش بنفس القوه, لان لما تخسر خمس مباريات مهدي بن عطيه هو طبعا سدباك بيلعب المركز ده, بس هو عنده خبرات لكن عنده خبرات ومعاه جنبه كمان معاه لاعب مصري اسمه احمد ياسر محمدي اخو حسين ياسر محمدي طبعا هو معاه الجنسيه القطريه وبيلعب اساسي جنب بن عطيه. فبرضو يعني اعتقد ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي طبعا انا بتكلم عنهم كويس, ونفس الوقت طبعا ما شاء الله حدث ولا حرج على لعيبه النادي الاهلي وامكانيات لعيبه النادي الاهلي, وان شاء الله باذن الله يا رب يكون لهم التوفيق في البطوله دي باذن الله ان شاء طب الله. طب الفروقات اللي موجوده دلوقتي في الاهلي مختلفه عن النسخ السابقه ليه؟ يعني اتكلمنا عن الفروقات ديت بالنسبه للنادي يا كابتن نخل. والله هو احنا بنتكلم برضو ان المهاره والموهبه بدات تقل شويه على مستوى مصر كمان يعني لكن بفضل الله برضو يعني ان شاء الله باذن الله عن مشاركاته قبل كده طبعا طبعا مقارنه يعني بمشاركات الاهلي قبل كده بالظبط في النسخ السابقه بالظبط الوضع اتغير طبعا, والسيستم برضو كره القدم ده برضو بقى منظومه ثانيه خلاص. كره القدم بقت صناعه بقى فيها برضو داخل طبعا طبعا الاستثمار الرياضي برضو داخل في الموضوع دوت برضو بشكل كبير جدا جدا. حته برضو اعارات اللعيبه وان بتطلع اللاعب اعاره عشان برضو يقدر يلعب مبارياته ويشارك ويعني نقول ينضج فنيا يجي لك تاني ما شاء الله بشكل افضل. يعني زي ناصر الملك لما راح سموحه كابتن هاني ورجع تاني برضو الحمد لله برضه كان اضافه. محمد شيري برضه السنه اللي فاتت كان هداف الدوري ورجع تاني الحمد لله. احمد ياسر رجع برضه طلع اعاره برضه عشان ما يقعدش عشان يلعب عشان برضه فرصته قليله في المشاركه. فدي طبعا اللعيبه اللي موجوده كمان انا بصراحه يعني ديانج السوليه حمدي فتحي دول نص الملعب حاجه قويه جدا علي جدا. معلول امبارح كمان علي معلول ايمن رائع علي رائع. يعني ايمن اشرف امبارح بصراحه يعني بنتكلم على كابتن اني على المدافعين ما شاء الله وحضرتك عارف هايل ايمن هايل يعني سردباك يبني هجمه ويزيد بالشكل ده وفي الالتحامات قوي وفي الرقابه كويس قوي قوي. يعني حته برضو امبارح يعني بصراحه عمل مباراه كبيره ايمن اشرف هو علي معلول طبعا, وفي مجموعه طبعا اللعيبه اللي نزلوا برضو كان برضو عجبني جدا الباك رايت اللي نزل بيكهام كابتن برضو كان طبعاً. كويس قوي وقفل الحته دي بشكل كويس بصراحه. يعني لا النادي الاهلي مليان الحمد لله بالنجوم. اللي كان ناقصنا عشان نكسب امبارح والله يا كابتن هاني من بدايه المباراه احس كده ان انت يعني في شيء من الخوف كده, حرص زياده عن اللزوم. ليه حرص زياده عن اللزوم؟ تلعب يا كابتن العب الحمد لله رب عندك الجناحين عندك طاهر وعندك حسين شحات عندهم سرعات كويسه قوي. قفشه برده حالته كويسه برده شريف الحمد لله برده مهاجم كويس قوي في اي وقت بيقدر يجيب جون. يعني برده كهربا كان نفسي قوي كهربا يبدا كان نفسي يعني يبدا تفتكر ان كهربا حتى على مستوى التبديل كان ممكن ينزل بدري شويه هيفرق مع النادي الاهلي لان كان اول ينزل بدري والله كابتن هاني ويبدا كمان يا كابتن بصراحه عنده سرعات كهربا كويس قوي من اللعيبه اللي بيعمل لك يعني جبهه كويسه قوي وبيزيد وعجول كويس يا كابتن بيني كويس عجول كمان كهربا فيعني برضه هو وطاهر كويس جدا برضه طبعا وحسين برضه ما شاء الله حالته ان شاء الله يبقى كويس. لا ما النادي الاهلي يا كابتن الحمد لله يعني ما شاء الله مليان بالنجوم يعني ديانج يقعد امبارح كان مفاجاه بالنسبه لك والله يا كابتن. انا بصراحه يعني بقول لك مصر الموسماني يعني انا بحب حمدي فتحي جدا يا كابتن والسوليه طبعا ما شاء الله حالتهم كويس وعمل ماتش كويس يعني طبعا عمل ماتش كويس بس كانت مفاجاه بالنسبه بصراحة لك كابتن. انا ديانج يعني الامانه يعني انا لازم يكون موجود بصراحه كابتن. هو يعني حته 6 و8 دي كابتن هاني بيوم الاثنين يا كابتن يعني 6 و8 هو عنده لياقه بدنيه عاليه قوي تمام دي ميزه كبيره جدا فيه تمام بيعمل الزياده بشكل كويس قوي ده كمان بينهي يا كابتن يعني هو كمان بينهي على الجول بشكل كويس
ومجرد يا كابتن ما بيفقد الكوره في ثانيه بتلاقيه بيتمركز في مكانه تاني، ديفندر في نص الملعب، مزبوط. سته واقف مزبوط. فدي برضو يعني اتمنى يا رب، اتمنى ان شاء الله، انا مش بفرض حاجه، لا ده انا بقول رايي يعني. رايك بالظبط، لعيب كبير وشرفت على المستوى الراجل ده، الراجل ده لازم يكون موجود في نص الملعب ان شاء الله باذن الله مستقبلا، طبعا ربنا يوفق المجموعه اللي موجوده، بس دوره مهم يا كابتن، وبيدي قوه لنص الملعب. انا بتكلم في حاله الدفاع والهجوم، بس هو مش بيدافع بس يا كابتن هاني، هو بيشتغل ساعات 8 فعلا بالظبط كده. فاتمنى يا رب ان شاء الله يكون له دور في الفتره الجايه والبطوله دي ان شاء الله. ان شاء الله. طب قبل ما نكمل كلامنا عن المونديال واحنا رجعنا تاني للدوري، اخد رايك بقى في الدوري بشكل عام الموسم ده لحد دلوقتي، وبعدين نكمل كلامنا عن كاس العالم للانديه. والله الدوري يعني اشوف برضو في فرق قويه ما شاء الله، في فرق بدات تظهر، يعني شايف وادي دجله برضو فرق بتلعب كوره كويسه قوي، بس النتائج وحشه، النتائج مش حلوه، مش مساعده مكانتهم بصراحه. برضو الزمالك برضو ماشي كويس. الفرق اللي صعدت عملت شكل في الموسم الجديد، عملت شكل للموسم ده. اشوف ان فرقه سيراميكا اقوى الفرق اللي صعدت، ان عامله بصراحه لانه جمع لعيبه كويسه قوي، يعني على الاقل جايب اربع خمس لعيبه من مقاصه يا كابتن هاني، فهتلاقي الانسجام موجود، يعني لما تلاقي اربع خمسه مؤثرين في فريق، في فريق قوي زي المقاصه، وسيراميكا يجيبهم ويتوظفوا بشكل جيد. لا يعني بس خلي بالك كابتن احمد، من زمان احنا متعودين على الثلاث فرق اللي بيطلعوا، يمكن دلوقتي بنتكلم في الاسبوع التاسع انت بتتكلم على ثلاث فرق، سيراميكا، البنك الاهلي، غزل المحله، هتلاقي ما بين المركز التاسع والعاشر وال11، دي مراكز تعتبر للفرق الصاعده بالنسبه لي طبعا، مقارنه بالسنين اللي فاتت لا ماشيين بشكل كويس، يعني ماشيين يا كابتن كويس، حتى غزل المحله ماشي كويس، حتى المحله ما غزل المحله برده ما بيخسرش يا كابتن، يعني اعتقد برده ماشي كويس برده، لما ياخد بونت برضه من انتاج يعني لسه النتائج من اسماعيلي طبعا في طيب يا كابتن برضه لحد اربع ضربات جزاء يا كابتن في المباراه، وفي اصرار وفي حماس من لعيبه غزل المحله، ده حاجه كويسه قوي. صحيح كابتن خليل دي برضه عامل شغل كويس معاهم، ويعتبر برضه ابنهم، فدي يعني مش وحشه. محمد يوسف برضه مع البنك الاهلي برضه، محمد كويس برضه، مدرب كويس ومجمع لعيبه كويسه برضه، والنادي مساعده. صحيح. نادي البنك الاهلي يعني اعتقد يعني ده في لعيبه ب 3 4 مليون يا كابتن هاني، يعني ما شاء الله لما فريق يصعد ويجيب لعيبه كده دي حاجه كويسه قوي طبعا يعني. صحيح. طيب عايز نقطه اخيره بالنسبه للدوري، مشوار الدوري لسه طويل ما فيش شك، النادي الاهلي يعني كان نفسنا كلنا ان احنا حتى مباراه بيراميدز ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه علشان على المستوى المعنوي تساعدنا هناك، لكن مشوار الدوري لسه طويل. الجزء المهم جدا الاسبوع بتاع كاس العالم للانديه دوت، ان شاء الله مباراه الدحيل، ويا رب ان شاء الله مباراه البايرن. شايف ان شاء الله، انا مش عايز اسبق الاحداث، لكن شايف كمان ان شاء الله لو عدينا مباراه الدحيل، رؤيتك الفنيه لمباراه البايرن، واحنا عارفين الكوره ما فيهاش كبير يعني. والله يا كابتن هاني اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله. عايز تلعب ماتش زي ده؟ طبعا يا كابتن ما شاء الله، يعني بطوله كبيره جدا طبعا، وشرف لاي لاعب ان يكون موجود. صح. ان شاء الله باذن الله، بس طبعا يعني انا يعني مش عايز اسبق الاحداث اللي حضرتك قلت طبعا، لكن يعني الخطوه بخطوتها اتمنى طبعا ان شاء الله باذن الله يعني يتوفقوا يا رب، مباراه الدحيل طبعا يعدوها على خير الاول ان شاء الله. وطبعا انت بتتكلم في البايرن ميونخ يا كابتن هاني، يعني ابطال اوروبا ودوري وكاس واحسن مهاجم في العالم عندهم، ايه المشكله يعني ومولر يا كابتن، ومولر وبواتينج ونوير، يعني انت بتتكلم في فريق كبير يا كابتن هاني ما شاء الله، يعني اتمنى ان شاء الله باذن الله ده يكون شرف لينا احنا ولاعيبه النادي الاهلي، ويعملوا واللعيبه كمان تصدر تاريخ ليهم ان انت تعدي عقبه الدحيل القطري القوي. ليه لا؟ انا بقول قوي ليه لا؟ ليه ما انا بقول ان شاء الله ليه لا؟ انت النهارده كنت بتلعب بطل العالم منتخب مصر الكامبيل، وما كانش فيه فروقات كبيره جدا، والله شرفونا جدا النهارده منتخب اليد يعني. بصراحه يعني الواحد سعيد جدا جدا بادائهم وروحهم طبعا، ويعني لما تشوف مصر كلها متجمعه في ساعتين كده في حب مصر، ده اسمه النهارده ماتش مصر ده ودنمارك النهارده اسمه كده، ساعتين في حب مصر بصراحه يعني قبل المباراه والتحليل قبل المباراه والساعه بتاعت المباراه دي، بصراحه يعني انا بشكرهم جدا جدا طبعا يا كابتن هاني من خلالك ومن خلال سهام وبرنامج البيت الكبير، طبعا بشكر لعيبه منتخب مصر اليد كلهم بدون استثناء بالجهاز الفني وكمان اللي ماسكين المنظومه، بصراحه انا بقول لهم انتوا شرفتونا واسعدتونا، وخروجكم النهارده ده خروج بشرف يعني، لان انتوا كنتوا بتلعبوا فريق كبير قوي، فريق قوي جدا جدا بطل جدا، بطل عالم طبعا طبعا، وانت كنت ند قوي ليهم يعني. كابتن احمد، كابتن احمد ده اللي يديك امل فعلا ان انت كنادي اهلي الكيان الكبير ده ممكن يتخطى عقبه الدحيل ان شاء الله باذن الله. ليه باذن الله. انا بس يعني بقول فريق قوي يا سهام، ليه بقول ليه كده؟
بقول عشان يكون في تركيز اقوى، عشان يكون في تحضير منهم ان شاء الله من لعيبه الاهلي والجهاز الفني ان شاء الله والجهاز الاداري، ان لازم تجهز كويس قوي، لازم تستعد كويس قوي، لازم تتابع الفريق ده وتشوف اخر مباراه. يعني انا بتكلم ان هو يعني الخمس خسائر دول يا كابتنيه برضو انت شوف خسر المباراه دي ازاي، اشوف فين الخلل. لسه حتى مباراه الكاس كسب الاهلي القطري كسب 6-0، ده برضو يديك كويس. يديك مؤشر على القوه الهجوميه، يديك مؤشر ان الفريق كويس جدا بالزبط. على فكره يعني اعتقد ان الجهاز الفني متابع اكيد بشكل كبير عن ناحيه التحليل الفني والاداء الفني ده اكيد بالزبط. بدا النادي الاهلي خلاص بدا موسيماني يتكلم معاه مع اللعيبه بدايه ان شاء الله من النهارده وبكره صح، واستمرارا لغايه ان شاء الله لغايه يوم 4. فنتمنى ان شاء الله ان النادي الاهلي يظهر باداء يشرف. طب بايرن ميونخ كابتن هاني طبعا ما شاء الله اكيد متابع، يعني خرج من كاس المانيا من فريق درجه ثانيه ثالثه صح ولا يا كابتن؟ ثالثه درجه ثالثه كمان تلتة. طيب يعني الله اعلم ممكن يكون مش في حالتهم اليوم مدريد. ده مش يومهم، لكن خسر وطلع من كاس المانيا، فبرضه دي برضه يقول برضه القوه دي كلها ومجموعه النجوم دول كلهم تمام، ممكن انت برضه تبقى يعني حالتك لو كويسه قوي، لو في العامل النفسي زي ما قال سام في الاول ازاي مستر موسيماني يتعامل معاهم، وده شيء مهم جدا جدا في البطولات المجمعه يا كابتن. انت عارف من ايام كابتن حسن شحاته والله يرحمه كابتن الجوهري حته طبعا. التجمع دي برضه كانت كويسه قوي بتعمل نتيجه ايجابيه مع المنظومه كلها واللعيبه كلها. فاتمنى يا رب ان شاء الله باذن الله ان النادي الاهلي يتوفق في معهد الدحيل ويفوز عليه ان شاء الله، ونقابل ان شاء الله بايرن ميونخ باذن الله يكون تاريخ للعيبه وللنادي والمنظومه كلها ان شاء الله. افتكر ان موسيماني زي ما حضرتك ذكرت بالنسبه لكهربا وانه يريح عدد من اللعيبه الاساسيه، هو برضو اكيد يعني مش عايز اقول غصبا عن، بس ده طبعا ده طبيعي ان انت تبقى عينك على مباراه مهمه ومشاركه مهمه في حدث عالمي زي ده. امبارح محمد شريف لو ما كان يعني كان لا قدر الله كان ممكن يتصاب مظبوط في ضربه الجزاء ديت. محمد هاني اتصاب محمد شريف ومحمد هاني صاب طبعا مشكله طبعا لما نزل بكم. فاكيد الـ يعني التريحات ديت او ان انت تريح لعبتك عشان المشاركه دي، ده كمان كانت موسيماني عينيه عليه بشكل كبير يا كابتن. دي مهمه برضو. وفي حاجه الحمد لله برضو ان في النادي الاهلي برضو الحمد لله ان عنده دكه بره كويسه قوي اساسيه. اللعيب البديل الحمد لله بنفس الكفاءه الفنيه للعيب الموجود. يعني انا بقول ديانج قاعد بره، بقول كهربا قاعد بره، بيكهام قاعد بره، بتكلم في يعني مجموعه يعني ما شاء الله كابتن. نشوف الناس اللي بره عامله ازاي. عندنا وليد سليمان برضو، سعد سمير برضو لو نزل هيكون كويس سعد وربيع. يعني انت برضو يعني حته برضو البديل ده كويس قوي، ودي الفرقه القويه، دي الفرقه اللي بتكمل يا كابتن، انت يكون عندك بديل كف بنفس بنفس القيمه الفنيه بتاعت اللاعب اللي موجود. بس دي بتبقى يعني هي مش ازعاج للمدرب على فكره لما يكون عندي في كل مكان اثنين افضل من بعض. بالعكس ده شيء ممتاز طبعا، ده تخليني تديني حيره اختار الافضل وده افضل حاجه كابتن هاني. ان طبعا حضرتك كنت موجود عارف، انت شايف لغايه دلوقتي موسيماني وصل للتشكيله الافضل بالنسبه لك؟ يعني خلاص هو بالنسبه له دلوقتي خلاص عارف متاكد 100% ان التشكيله ديت هي التشكيله الافضل هو على كابتن هاني. حضرتك انت حافظ الفرقه ده، حتى انت لو سالت سامح هتقول لك الاربعه اللي ورا، هتقول لك يعني ايمن اشرف وبدر بانون، ومثلا لو مش موجود محمد هاني هيبقى بيكهام، هيبقى علي معلول، هيبقى مثلا السوليه وديانج او السوليه وحمدي فتحي، هيبقى قفشه تحت المهاجم، هيبقى حسين الشحات او كهربا تمام، ويكون مثلا اللاعب المقاولين اللي جه طاهر محمد ممكن يكون ورقه موجود معانا، وولتر بواليا مهاجم او محمد شريف مهاجم. الفرقه واضحه لكل كابتن خلاص، انت احنا حافظينها مفيش، حتى لما تيجي تغير بتغير جناح من الجناحين خلاص. انت عندك قوه هجوميه غير عاديه يا كابتن، انت عندك قفشه تحت المهاجم دلوقتي ما شاء الله واحد من افضل صناع اللعب في افريقيا كلها، محمد مجدي قفشه بيشوف كويس قوي، عنده باص ممتاز بيوصل اي حد للجون، دي ميزه عندك لاعب زي ده ميزه، هو الراجل كمان بيحبه جدا انا عارف. طب وليد سليمان برضو لما بينزل بتبقى حالته كويسه قوي قوي، يمكن انا حتى بعتب على مستر موسيماني ان هو بدا بيه في المباراه البنك الاهلي ان هو اتصاب فيه. انا يعني هو وليد بينزل بيعمل لك اضافه جامده جدا، خلاص حافظ على دي بالظبط كده. وليد حتى وليد ما اشتكاش، وليد ما شاء الله من اللعيبه الملتزمه جدا كابتن هاني طبعا، بيحب النادي قوي، بيحب الشغل قوي، لما بينزل بيكون مؤثر. فهو حتى وليد ما شاء الله خلاص اتاقلم على كده، بينزل بيكون مؤثر بيكون ايجابي. انا حافظ على ده، انا حافظ على ده يا كابتن. بس وان شاء الله صحيح. باذن الله اعتقد يعني النادي الاهلي مليان بالنجوم طبعا إن شاء الله. طبعا على نفس المستوى لو اتكلمنا على وليد سليمان، انت بتقول ان هو كان خلاص وليد يعتبر الجوكر بتاعك بينزل لك اخر ثلث ساعه طبعا. اعتقد برضو كان في جزئين من الناس بتتكلم في ان هو ابدا بمحمد شريف دايما المباريات، ودي والتر بواليا
جزء من المباراه في الشوط الثاني، ولا ابدا ب والتر ويخلي شريف ورق معايا رابح؟ انت شايف ايه من الناحيه الفنيه اني افضل؟ والله يا كابتن هاني انا بس والتر بواليا، بس عشان في كلام كتير جدا على اللاعب دوت. تمام، يمكن انا برضو تابعته شويه لما كان في الجونه، لعب كويس قوي كابتن، لعب مؤثر، لعب سريع، لعب قوي، عنده شخصيه. هو كابتن هاني لسه ما خدش، يعني احنا بنقول حتى مستر موسيماني في المؤتمر، في المؤتمر الصحفي فقال ندعي له او نصلي، يعني راجل جميل يعني راجل جميل بيقول، يعني هو ناقصه نايس يقول له هو ناقصه كابتن التوفيق بس مثلا. هو كابتن هاني ناقصه التوفيق، هو راجل عاوز يقول كده بكل الكلام ده، بيقول ناقصه ان يتوفق يجيب جول. ممكن تقول يا كابتن ان هو لما بدا بيه ما جابش، تمام، كان المفروض حتى مباراه البنك الاهلي كان لازم ياخد يا كابتن، كان لازم ياخد طبعا. خلاص انا ما شاء الله صفقه قويه يا كابتن. ما هو احمد على فكره هو لعيب كويس جدا. هشرح لك وجهه النظر الثانيه. وجهه النظر وانا اعتقادي كمان وجهه نظري انك عندك اثنين كويسين قوي. تمام ماشي، انت بتتكلم محمد شريف ووالتر طبعا. واحد لسه جاي، لسه داخل ومروان كمان يا كابتن كويس. مروان داخل، مروان ان شاء الله جاي. بس خلينا نتكلم في الفتره اللي فاتت. ماشي ماشي، ان والتر جاي من الجونه، نجم كويس وامكانياته كبيره جدا، لكن داخل على النادي الاهلي لسه ما اندمجش شويه. مزبوط. خاصه انت عارف ان الثلاثه اللي بيلعبوا تحتيه لازم يكون في اديله نص ساعه كابتن لما يجي يقعد، واديله نص ساعه بقى ماشي. محمد شريف بالظبط كابتن، ليه بقى ادخله في الجزء الثاني من الماتش؟ بالظبط علشان ينزل بدون ضغوطات. بالظبط، واحده واحده بالظبط كده. مظبوط، لما ينزل ما يكونش عليه ضغوط كبيره، وبالتالي يعني ده عملها موسيماني المباراه اللي فاتت. يعني المباراه اللي فاتت عمل كده، وانا شايف ان والتر لعب بدون ضغوط رغم ان هو برضو يعني كان مؤثر جدا في الحته اللي قدامه، وكان ليه هدف. انا من خلالك يا كابتن هاني عايز بس اطمن جمهور النادي الاهلي، انا بقول لك يا كابتن اللعيب ده لعيب كويس قوي. طبعا كلنا ثقه فيه، يعني قوي جدا، لعيب عنده سرعات، لعيب على الجول كويس، لعيب بينهي كويس على الجول يا كابتن هاني. تمام، فانا بقول لك يعني ده فلافي يا كابتن قعد سنه ما يجيبش جوان يا كابتن في النادي الاهلي، فاكر ولا لا؟ سنه كامله ما يجيبش جوان، والاعلام المصري كله طلع على مانو جوزيه، انت ما عندكش ما عندكش فلافي، وبدا خلاص ما شاء الله ده شاشه كنا هنعلق له صوره في امام بوابه النادي الاهلي. فلافيو كابتن خلاص بقى حاجه جامده جدا، بقى هداف وكاس العالم للانديه وافريقيا وكاس ودوري. لا يعني ده انا بقول لك نصبر شويه عليه، محتاج جول فعلا. بالظبط كده، نصبر شويه عليه. أيوة. وان شاء الله باذن الله هيكون يعني باذن الله يكون يعني ايجابي الفتره اللي جايه باذن الله. ان شاء الله كلمه اخيره توجهها بقى لاعبتنا ولجمهور النادي الاهلي اللي داخلين ان شاء الله على بطوله بقى ولا اروع زي ما بيقول. والله انا طبعا بوجه طبعا رساله لعيبه النادي الاهلي والجهاز والمنظومه كلها ان شاء الله، ان انتم بس باذن الله تركزوا قوي قوي. البطوله دي ان شاء الله باذن الله يعني انتم بتمثلوا مصر تاني، وبتمثلوا قاره افريقيا. ان يكون التركيز عندكم عالي قوي قوي. وكل لعيب عارف هو بيجهز ازاي وبيحضر نفسه ازاي لبطوله زي دي قويه. واتمنى ان شاء الله باذن الله يا رب ان يعني التجمع دوت يكون فيه الفه اكتر من كده كمان. يكون فيه انسجام، حتى والتر بوالي المفروض يخش في وسط اللعيبه لسه جاي، الناس اللي موجوده برضو تحتويه، النجوم الكبار يعني الشناوي والكباتني يحاول يدخلوهم على الفرقه كده، بس عشان ايه ياخد عليهم بالظبط كده ان شاء الله باذن الله. واتمنى رب التركيز ان شاء الله ان هم يقدروا مباراه الدحيل ان شاء الله رب ينهوها بشكل ايجابي ويفوزوا ان شاء الله، ويوصلوا باذن الله يعني لمباراه البايرن باذن الله يكون حاجه كبيره لنا كلنا ان شاء الله باذن الله يا رب. ان شاء الله يا رب. كابتن احمد بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتنورنا في البيت الكبير حبيبي يا كابتن، وبنستمتع بيك دايما، وان شاء الله باذن الله يعني قريب نشوفك بقى. الله يخليك يا كابتن، نكسب بس مباراه الدحيل ان شاء الله ونيجي نحللها مع بعض. حبيبي يا كابتن هاني، سعيد جدا الموجود مع حضرتك ومع السام طبعا، وان شاء الله رب في تالق دايما على طول ان شاء الله. الله يخليك، شكرا ليك يا كابتن احمد. طبعا نظام الاداره في الاهلي مختلف، بدليل اخر شهاده النهارده بيحصل عليها النادي الاهلي، شهاده الايزو اللي طبعا بتتكلم في نظم الاداره وازاي النادي الاهلي محقق ده بشكل كبير جدا في داخله. ومفيش افضل من ان واحد داخل هذا الكيان ومتحدثه الرسمي واعلامي طبعا زميلنا يعني شريف فؤاد يكون موجود، مفيش افضل منه انه يكون موجود علشان يتحدث في هذا الموضوع بالتفصيل، وعشان حضراتكم تفهموا اكتر النادي الاهلي فين وعينيه على ايه في الفترة اللي جاية. مع الأستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي المعروف في صحبة شريف فؤاد بعد الفاصل، وإحنا إن شاء الله نشوفكم على خير بكرة في البيت الكبير.